بديل الويتس ار. معكم محمد من قناة اصنع عالمك. اليوم سوف نتحدث عن بديل الويتس ار وما هو بديل الويتس ار، او بالاحرى متى تأسس الويتس ار وماذا يحدث في سياسات الويتس ار الجديدة. تأسس الويتس ار اصدقائي عام 2009 من قبل الامريكي براين اوكتون والاوكراني جان كوم الرئيس التنفيذي ايضا، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرهما في سانتا كورا بكاليفورنيا. اذا المنفذ الويتس ار جان كوم من مواليد 24 فبراير عام 1976 في كيفي جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية. الاتحاد السوفيتي هو مهندس كمبيوتر ورائد أعمال إنترنت أمريكي والرئيس التنفيذي لويتس آب. وفي عام 2009 قام مع شركة برين أكتوبر بتأسيس برنامج التراسل للهواتف الجوالات يعني ويتس آب، والذي اشتراه فبراير عام 2014 شركة فيسبوك مبلغ 13 مليار دولار. أصدقائي، وهنا تكمن المعلومات. عندما استلم شركة فيسبوك مؤسسها مارك برنامج الواتساب، يعني سياسته كانت كتير سهلة، وعندما استخدمه مارك بدأ تصعيب السياسات والتحديثات الجديدة واللي بدأت تأثر على مستخدمين الواتساب. يعني بدك تنزل بياناتك الخاصة، بدك تنزل رقمك معلوماتك، ولازم يعني تشاركهم بالواتساب. أصدقائي لهون من وقف وراح نكفي معاكم شرح على الجوال. إذن أصدقائي، نعود إليكم لكمال الشرح الواتساب والخصوصيات الجديدة. التحديثات الأساسية. تاريخ آخر تعديل 24 يناير عام 2021. احترام خصوصيتك قيام راسخة في اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بنا منذ أساس واتساب. كنا نطمح إلى بناء خدمتنا من خلال وضع مجموعة قوية من مبادئ الخصوصية في اعتبار ستجد في شروط الخدمة وسياسة الخدمة الخصوصية المحدثة عن المعلومات إضافة حول كيفية معالجتنا لبياناتك، توفير الشروط وسياسة الخصوصيات المحادث بمزيد من المعلومات حول كيفية معالجتنا لبياناتك والتزامنا بالخصوصية. على سبيل المثال، أضفنا المزيد من المعلومات حول أحداث خصائص ووظائف المنتجات وكيف معالجة بيانات من أجل الأمان والسلام والنزاهة، وإضافة المزيد من الروابط المباشرة إلى عدم إعدادات المستخدم ومقالات المركز المساعد وكيفية إدارتها للمعلومات. تواصل الأفضل من الأنشطة التجارية. تعتمد العديد من الأنشطة التجارية على واتساب للتواصل مع عملائها وزبائنها نحو العمل من الأنشطة التجارية. تستخدم فيسبوك أو أي طرف آخر لمساعدتها في تخزين الاتصالات معها على واتساب وإدارة بشكل أفضل. تسهيل التواصل كجزء من مجموعة شركة فيسبوك. تعقد واتساب شركة مع فيسبوك لتقديم الخبرات وعملية التكامل عبر مجموعة تطبيق ومنتجات فيسبوك. أصدقائي، إذن إلى هنا تكلمنا عنه، والآن سوف ندخل إلى الواتساب. الإعدادات قسم المساعدة. الشروط السياسية. هلأ الآن راح نجي معكم. التحديثات الأساسية. شروط الخدمة، سياسة الخصوصية، إشعارات الخصوص. هاي بالبرازيل، هاي ما عندنا فيها. هلأ منجي نحن بدنا المهم. التحديثات الأساسية، أيوة هنا تكمن الحكاية. سياسة خصوصية الواتساب. إذا كنت تعيش في المناطق الأوروبية، فإن شركة واتساب تقدم لك واتساب بموجب شروط الخدمة وسياسة الخصوصية هذه. احترام خصوصيتك قيم راسخة لدينا منذ أسسنا واتساب. كنا نطمح إلى بناء خدمتنا من خلال وضع مجموعة قوية. هي قبل شوي قلنا لكم إياها. توفير شركة واتساب خدمة المراسلة والمكالمة عبر الإنترنت والخدمة الأخرى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. تساعد سياسة الخصوصية الخاصة بنا على تفسير الممارسة التي نتابعها حيل معلوماتنا، بما ذلك الرسائل
فنتناول فيها مثل المعلومات التي نجمعها ومدى تأثير ذلك علينا. نتناول بالشرح أيضا الخطوات التالية: نتخذ لحماية خصوصية مثل تطوير تطبيق واتساب على نحو يمنع تخزين الرسائل المتسلمة ويمنحك إمكانية التحكم في اختيار من تتواصل معهم عبر خدمتنا. عندما نشير إلى واتساب أو نحن أو أنا الفاعلين، فنحن نتحدث عن شركة واتساب للاسي، وتسير سياسة الخصوصية على جميع التطبيقات وخدماتنا وخصائصنا وبرنامجنا وموقعنا على الويب، يطلب علينا إجمالي أسماء الخدمة ما لم يذكر غير ذلك. إذا أصدقائي، هاي قرينا لكم سياسة شروط الواتساب. إذا أصدقائي، لهون قرينا لكم شروط خدمة الواتساب وما هي الميزات، إنه السياسات والقوانين طالعة الواتساب، سياسة الواتساب الجديدة. وأيضا تكاملا، هاي المعلومات في بعض البلدان في العالم تشملها هذه المعلومات، في بعضها ما بتأثر عليها، يعني بيضل شغال واتساب عادي فيها. وإن شاء الله بالفيديو القادم رح نحكي لكم عن بديل الواتساب الأقوى والمرشح الأكثر ترشيحا ليكون بديل الواتساب، والنسبة كبيرة من الناس عم تستخدمه هلأ. يعني عندنا 3 بدلاء، ولكن في يوجد بديل من الثلاثة هو الأقوى في مرشح يعني. وإن شاء الله رح نحكي لكم عنه بالفيديو الجاي، انتظرونا. ونتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ووضع اللايك. عمتم مساء. No one ever was.